السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل كتاب جيم 2025 لغة إنجليزية تانية إعدادي. النهاردة إن شاء الله بنحاول مع بعض حل تمرينات الدرس الثالث والرابع في كتاب جيم، وده بدايته من صفحة 24 وبدايتنا مع الكلمات اللي هو مدهالي بعد ما حفظنا الكلمات عشان نتأكد من المعاني. طبعا عندنا كلمة village، قلنا village يا حبايبي دي معناها قرية، تاني village معناها قرية، وعندنا كلمة profile، profile بمعنى ملف شخصي، وعندنا طبعا كلمة picnic، picnic، picnic ودي معناها نزهة خلوية، prison، prison، prison معناها سجن. طيب تعال نشوف كده أول جملة، بقول لي I can help you edit your online A if you want، يعني أنا أستطيع أن أساعدك في تحرير الأونلاين A if you want لو انت محتاج. طبعا اكيد الحاجة هنا القصة بالاونلاين هي كلمة بروفايل، وبروفايل يعني ملفك الشخصي على الانترنت، يعني بروفايل يعني ملف شخصي على الانترنت. نمبر 2 بيقول لي the A is connected with our town by a bridge، طبعا connected with معناها مرتبط ب او متصل ب، our town يعني مدينتنا، by a bridge، bridge حبيبي معناها كوبري. يا ترى مين اللي هتبقى مرتبطة بالمدينة بكوبري؟ اكيد طبعا our village، وكلمة village يا حبيبي معناها قرية، تاني كلمة village معناها قرية. هنشوف نمبر 3 بيقول he was sent، خلي بالك ان الكلام ده شكل ما قلنا كده السنة اللي فاتت مبني مجهول، يعني هو ارسل to A because he stole a laptop، كلمة stole معناها سرقة، يعني هو سرق laptop from the store، يعني سرق laptop من المتجر. طبعا اكيد هيروح فين؟ برافو عليكم، هيروح السجن. ليه؟ لأنه سرق. يبقى هقول he was sent to prison because he stole a laptop from the store. طبعا هنا حبايبي مديني كلمة do وكلمة around وكلمة curls وكلمة feel وtake، طبعا do معناها يفعل، around معناها حوالي أو حول، عندنا طبعا كلمة curls بمعنى مهمل، وعندنا كلمة feel بمعنى يشعر، وعندنا كلمة take بمعنى يأخذ. number one بقولي you can't both play the game at the same time ايه turns، طبعا هنا بقول ان احنا ما نقدرش او انتم ما تقدروش تلعبوا اللعبه في نفس الوقت، فبالتالي لازم اقول تيك turns حبيبي. طبعا تيك turns معناها تبادل الادوار، تاني تيك turns معناها تبادل الادوار. نمبر 2 بقول I'd like to sail the world، عايز اقول انا عايز الف العالم، فبالتالي هقول او ابحر حول العالم، فبالتالي هنا لازم اجيب كلمه around، around the world يعني حول العالم. تعال نشوف نمبر 3 بقول the opposite of careful، أبسط قلنا معناها عكس، طب عكس careful يعني careful حريص، طب عكسها أكيد careless، careless معناها مهمل. تعال نشوف number 4 بقول I always a worried when my parents aren't at home، طبعا بقول أنا دايما إيه بالقلق لما بابا وماما ما يكونوش في البيت، طبعا worried هنا معناها الآن، فهجيب قبلها الفعل feel، feel worried معناها يشعر بالقلق. طبعا حبايبي في اللانجوج نوتس هنا مديني ان كلمه with، with، with معناها ذو او لديه، وبستخدمها لما اجي اوصف شخص او اوصف شيء، بمعنى لما يقول لي they have a big home يعني هم عندهم بيت كبير، with a large garden، with a large garden يعني بحديقه كبيره. شكل لما اجي مثلا كده اقول لك the giraffe is a big animal with a long neck، with a long neck يعني برقبه طويلة، يبقى إذن with هنا بستخدمها للوصف. تعال نشوف number 2 بقول my 6-year-old cousin، لاحظ هنا بقى ان دي اصبحت adjective صفة، طالما حط hyphen كده حبايبي يعني شرط بين 6 و year old، دي صفة مركبة، والصفة دي ما ينفعش اجمعها شكل ما قلنا، ما ينفعش اجمع صفة ابدا، فبالتالي اوعى تقول هنا كلمة years غلط، طالما حطها لي بالمنظر ده فهي صفة والصفة لا تجمع، عشان كده بيقول لي my 6-year-old cousin يعني ابن عمي اللي عنده 6 سنين is here and he wants to play a game with me، عايز يلعب لعبة معايا. تعال نشوف التمرينات، بيقول my school has 2 buildings يعني فيها مبنيين اتنين، a big playground عايز اقول بملعب كبير، فبالتالي هقول with. number 2 بيقول I saw a 10A old boy، قلنا اصبحت صفة فلازم اجيب كلمة year بس من غير اي اضافات، يبقى اسمها a 10 year old boy. تعالوا نشوف يلا page 29 صفحة 29. number 1 بيقول لي mom will eat snacks for our movie night، طبعا اكيد ماما هتعمل ايه في الوجبات الخفيفة؟ اكيد طبعا هتحضرها، يبقى bring، مش هقول become يصبح ولا feel يشعر ولا forget معناها ينسى، لا ده هتجيب سناكس عشان ناكلها واحنا بنتفرج على
الفيلم اللي لدي. نمبر 2 بيقول لي the north is a place with lots of open fields and farms. بيقول لي مكان وفيه كتير من الحقول والمزارع المفتوحة. أكيد ده the country. وخلي بالكوا حبايبي تقولكوا country معناها دولة، بس لما أحط لي قبلها زي يبقى معناها الريف. فهنشوف نمبر 3 بيقول لي my teacher reading a book to be better at English. طبعا بيقول لي إن المدرس بتاعي بيقول لي إيه قراءة كتاب to be better at English، يعني عشان نكون كويسين في الإنجليزي. فهيعمل إيه في قراءة الكتاب؟ أكيد هيقترح. طب فين يقترح؟ suggest. وشكل ما قلنا حبايبي إن كلمة suggest معناها يقترح وبيجي وراها verb plus ing. مش هقول fed ولا أقول enjoyed ولا أقول borrowed. هنشوف نمبر 4 بيقول لي dad is planning. plan حبايبي معناها يخطط. to eat the color of our living room walls next month. بيقول لي بيخطط ان هو يعمل ايه في الجدران بتاعه غرفه المعيشه الشهر اللي جاي. اكيد طبعا يطلع تشينج، هيغيرها، هيغير اللون. كاري يحمل اللون. فايند اوت يكتشف. ولا سجست يقترح. اكيد طبعا تشينج، تشينج معناها يغير. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي بي كيرفول، خليك حريص. the information you share about yourself online. واللي خليك حريص بخصوص ايه؟ بخصوص المعلومات اللي انت بتشاركها عن نفسك اونلاين عبر الانترنت. كيرفول هنا بتاخد حرف الجر ايه؟ هتقولي بتاخد حرف الجر with. نمبر 6 بيقول لي my dream is to be a famous footballer like مو صلاح. بيقول لي حلمي ان انا اكون او اصبح جميل لاعب مشهور شكل مو صلاح. ترى يصبح دي كم؟ لا كم يعني هيأتي. كاري يحمل. انجوي يستمتع. بكم هي اللي معناها يوسف. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي last year السنة اللي فاتت my grandparents came from the country to the city to live near us. بيقول لي ان اجدادي ايه من الريف للمدينة عشان يعيشوا معنا. اكيد انتقلوا. طب يعني ينتقل؟ اسمها moved. يبقى moved from. تعال نشوف يلا نمبر 8. نمبر 8 بيقول لي I ate the plants to help them stay healthy and grow big. هعمل ايه في النباتات عشان نخليها صحيه وتنمو؟ اكيد طبعا watered. watered معناها روى. اللي بعدها بيقول لي in stories يعني في القصص the prince الامير and the princess والاميره often eat and live happily ever after. بيقول لي دايما بايه ويعيشوا في سعاده شكل ما احنا بنقول كده في تبات ونبات. اكيد طبعا ماري. وكلمه ماري معناها يتزوج. طبعا موفي ينتقل. فيد معناها يطعم. وفيل معناها يشعر. نمبر 10 بيقول I'd really ask a advice from my parents. طبعا هنا انا بطلب النصيحه من مين حبايبي؟ من والدي. طيب فين يطلب؟ اسمها ask for. ثاني ask for. تعال نشوف نمبر 11 بيقول the playground is full of children playing and laughing. بيقول ان الملعب مليء بيه. مليء بيه اسمها full of. full of. تعال نشوف نمبر 12 بقول I found a more information about animals from a book at the library. اكيد طبعا اكتشفت معلومات عن الحيوانات من كتاب في المكتبة. طب يكتشف اسمها ايه؟ اسمها find out more. find out. found out معناها اكتشف. تعال نشوف نمبر 13 بقول I can't go out tonight because I have lots of jobs too. يبقى مهم جدا بقول لي انا مش هقدر اخرج النهارده ليه؟ لان عندي وظايف كتير. طب كلمه job دي بتاخد الفعل ايه؟ هتقول الفعل do يبقى to do. تعال نشوف نمبر 14 when it's sunny لما يكون الجو مشمس I always like to play a to enjoy the warm weather. بحب العب ايه عشان استمتع بالطقس الدافي. خلي بالك جو مشمس inside هلعب بالداخل ولا near قريب ولا far بعيد ولا outside الخارج. اكيد طبعا outside طالما الجو مشمس. هنشوف نمبر 15 بيقول لي my mom will eat my tablet if I don't finish my homework on time. بيقول ان ماما هتعمل ايه في التابلت لو انا ما خلصتش خلي بالك بقى الواجب بتاعي في المعاد. يا ترى move from تنتقل من ولا pay for ولا تدفع ولا take away هتاخد او تبعد ولا find out. اكيد take away my tablet. تاخد التابلت بتاعي مش هتدولي طبعا طالما انا ما خلصتش الوان. تعال نشوف حبايبي يلا بيجي 30 صفحه 30 بيقول to give food to an animal is to eat. لما ادي الطعام للحيوان يبقى انا كده بايه؟ بطعمه. طب يعني ايه يطعم؟ هتقول لي feed. لكن feed يشعر وفيل معناها يفشل. وعندنا كلمه fan بمعنى مروحه. نمبر 2 بيقول the not or the people without
enough money to live on. بقول هم الناس اللي معهمش فلوس كفاية عشان يعيشوا. ده مين دول؟ هتقولي the poor. The poor اللي هم الفقراء. خلي بالك حبيبي، ذا لما تيجي قبل الصفة بس مجردة يبقى مقصود بيها الطائفة دي من الناس. يعني لما اقول the poor يبقى معناها كل الفقراء، the rich كل الأغنياء، the young كل الايه الشباب، طب the brave يعني كل الناس الشجاعة. تعال نشوف نمبر 3. بيقولي the weather was a so we couldn't travel to Alexandria. الجو كان ايه عشان كده ما قدرناش نسافر لإسكندرية. ما نقدرش نسافر لما الجو يكون ايه، ترى بورد شعر بالملل؟ لا طبعا. wonderful ترى رائع، ولا fantastic رائع برضو، ولا terrible؟ طبعا خد بالك ان احنا ما قدرناش، فعشان كده لازم اقول terrible. terrible قلنا يعني very bad يعني سيء جدا. طب تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي you must be careful when you use the a it's very sharp. خليك حريص لما تستخدم ايه عشان يحد جدا. اكيد طبعا نايف، ونايف معناه سكينه. تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي the opposite of attractive. كلمه attractive حبايبي معناها جذاب، جميل يعني. طيب هو عايز ايه؟ العكس. العكس اكيد مش جود، بيقول جيد، فار بعيد، سمول صغير، يبقى ugly. ugly معناها قبيح. طب تعال نشوف نمبر 6. بيقول لي when people do something wrong، لما الناس بتعمل حاجه غلط they go to ايه؟ لسه قايلين حبايبي they go to prison. وprison معناها السجن، لكن prize جائزه، سينما سينما، concert يعني حفله موسيقيه. تعال نشوف نمبر 7. بيقول لي the school workers use a in the garden to water the plants there. بيقول لي ان العمال بيستخدموا عشان يروا النباتات في الحديقه. اكيد طبعا they use tap. وتاب حبايبي معناها حنفيه، ان خلي بالك تاب دي معناها تابلت، وماب خريطه، وكاب طبعا معناها قبعه راس. طب تعال نشوف يلا نمبر 8. بيقول لي on a weekend I visit my grand father. طبعا شكل ما حفظنا قلنا typical weekend في عطلة نهاية الأسبوع المعتادة أو النمطية. طب تعال نشوف نمبر 9. بيقول we cannot or we can't a life without computers and the internet. بيقول احنا ما نقدرش نعمل ايه في الحياة بدون كمبيوتر ولا انترنت. طب get نحصل على imagine نتخيل need نحتاج visit نزور. أكيد imagine وimagine حبايبي ما نقدرش نتخيل الحياة بدون الاشياء دي. تعال نشوف نمبر 10. بيقول لي their new house is in the country near the railway. بيقول لي في الريف جنب ايه؟ السكه الحديد. اكيد طبعا جنب خط السكه الحديد، فاكيد يبقى line، هتبقى railway line اللي هو خط السكه الحديد حبايبي. طب تعال نشوف نمبر 11. بيقول لي living in the desert المعيشه في الصحراء has a lot of ايه؟ فيها كتير من الايه؟ اكيد طبعا adventures شكل ما قلنا اللي هي مغامرات كثيره. طبعا حبايبي قرايه الدرس بتساعد كتير جدا في الحل، لان معظم الجمل دي بتيجي بناء على قراءتي للدروس. تعال نشوف نمبر 12. بيقول لي they bought هم اشتروا a house and their old one was very small. خلي بالك القديم كان صغير، يبقى اكيد هيشتروا بيت ايه يا ترى؟ tiny صغير جدا، bad سيء، large كبير، funny مضحك، اكيد طبعا عكس small large كبير. نمبر 13. بيقول my friend is sending me a message on my phone. هيبعت لي ايه بقى على التليفون؟ طبعا كلنا حافظينها تكست مسج يعني رساله نصيه. هنشوف نمبر 14. بيقول students can read and a books from the library. بيقولوا ان الطلاب بيستطيعوا ان هم يقروا وايه كتب في المكتبه من المكتبه. طبعا المكتبه دي بتبقى للقراءه والاستعاره، طب فين يستعير؟ بره. تعال نشوف نمبر 15. بيقول every day my father buys 14 loaves of A from the bakers. هو قال لي اصلا منين؟ من الخباز. طيب ودول 14 ايه؟ رغيف. اكيد 14 رغيف من الايه؟ اكيد من الخبز، الخبز اسمه bread. طبعا حبايبي شكل ما قلنا قبل كده ان اي فعل ناقص دايما بيجي معاه مصدر الفعل بدون اضافات، يعني ما ينفعش ازود للفعل بتاعه اي حاجه. طبعا مديني هنا بعض الافعال الناقصه واستخداماتها. طبعا مديني كلمه كان، كان معناه يستطيع، بس انا بستخدمها في الطلب لما اجي اقول كان اي واجيب وراها مصدر الفعل. جبت مصدر عشان ده مودال فعل، فعل ناقص بيجي وراه مصدر على طول. فطبعا بستخدم كان اي واجيب وراها مصدر لما احب اطلب شيء. فهنا بقول لي كان اي هاف ا كاب اوف تي بليز، ممكن اخد كوبايه شاي من فضلك او فنجان شاي؟ فقال يس اوف كورس، نعم بالطبع. طيب في الاقتراح حبايبي بستخدم شال اي، وشال برضه ده فعل ناقص بيجي وراه مصدر. شال اي وشال اي برضه لازم يجي وراها مصدرها. شال اي هيلب يو تو كات ات، شال اي هيلب يو تو كات ات يعني ممكن اساعدك في قطعها.
جود ايديا، يعني فكرة رائعة. طبعا ليتس حبايبي نستخدمها لعمل اقتراح، واحنا عارفين قبل كده ان ليتس بيجي وراها مصدر. بقول ليتس جو تو ذا بارك tomorrow، يعني يلا نروح الحديقة بكرة. اوكي واي نوت، ليه ما لا، يبقى انا كده موافق. خلي بالك ان ليتس جه وراها مصدر وفي الاخر فول ستوب مش كويستشن مارك. طيب ادي لما اجي اسال عن المشاعر بسال بهاو دو في المضارع او هاو ديد في الماضي يو فيل، يعني كيف تشعر. فانا بقول لي هاو ديد ذا تشيلدرن فيل وين ذي موفد تو ذا سمول هاوس، يعني شعروا بايه لما انتقلوا للبيت الصغير. ذي فيلت فيري ساد. خلي بالك ان افعال الحواس بيجي وراها صفات، عشان كده قلنا they felt very sad. تعال نشوف يلا المحادثه بتاعتنا، وشكل ما اكدنا قبل كده ان احنا لازم نقرا المحادثه كويس جدا كلها براس السؤال قبل ما نحل. بيقول لي خديجه is painting some pictures and wants to borrow water colors، عايزه تستعير بعض الوان الميه. بتقول لها what are you doing خديجه، طبعا هي بترسم ايه؟ صوره. عرفنا منين؟ من راس السؤال. فهتقول لها I am، طبعا are you بتحول في الإجابة ل I am، هتقول لها I am painting. خلي بالك إن السؤال مضارع مستمر، فيبقى الإجابة برضو مضارع مستمر. I am painting some pictures، يعني أنا بلون بعض الصور. فهتقول لها that's great I know you are good at art، يعني أنا عارفة إن أنت كويسة في الرسم. هتقول لها yes I like it. Can I ask for something؟ فأكيد هتقول لها of course، بالطبع. Go ahead، اتفضلي، يعني قولي اللي انت عايزاه. فسألتها سؤال قلت لها yes I have got a box of watercolors in my drawer. فأكيد قلت لها هل انت عندك الوان مية؟ طبعا الإجابة هنا بإيه؟ بيس. يبقى دور على طول على الهيلبينج فيرب، الفعل المساعد هاف. طب اخدها ولا ما اخدهاش؟ هاخدها عشان جه وراها جوت. هتقول لها هاف، وبعدين اطلع اي يو، يبقى هاف يو، واجيب طبعا كلمه جوت، يبقى هاف يو جوت ووتر كولرز. يعني هل انت عندك الوان ميه؟ قالت لها ايوه ده انا عندي الوان ميه في الدرج بتاعي. فسالتها سالت لها اوف كورس يو كان بورو ات just be careful، ايوه طبعا اكيد ممكن تستلي فيها. اجيب الطلب بقى اللي احنا لسه قايلينه بكلمه كان، وبعدين اي، هتقول لها can I borrow it، يعني ممكن استلفه. of course you can borrow it just be careful with it، بس خليكي حريصه وانت بتستخدمين. فاكيد هتقول لها don't worry، يعني ايه don't worry؟ ما تقلقيش. I will be very careful مريم، انا هكون حريصه جدا يا مريم. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الباسج اللي هو مديهولي في صفحه 33. طبعا لازم اقرا القطعه كويس جدا وبعد كده ابدا احل الاسئله، ولو تقرا الاسئله افضل وبعد كده تقرا القطعه وترجع تحل الاسئله تاني. هنا بيقول لي ام طارق، يعني انا طارق. اي ليف ان كايرو، انا عايش في القاهره. This is a typical day for me، وده يوم نمطي بالنسبه لي. On school days، يعني في أيام المدرسة. I get up at half past six، يعني أنا بصحى الساعة 6:30. I usually have breakfast with my family، أتناول فطار مع أسرتي. My school is far away، يعني المدرسة بتاعتي بعيدة. قلنا حبيبي لما نيجي نقرأ دايما قطع لازم أقرأ من الفلسطاب للفلسطاب، من نقطة للنقطة. ليه؟ لأن دي كلها فكرة واحدة، لكن ما ينفعش أقرأ حتة وأبدأ أترجم، لا كلها على بعضها وبعدين أترجمها. So I never walk there، عشان كده عمري ما بمشي لهناك. My mom and dad drive me there، يعني ماما وبابا هنا مش معناها بيسوقوني، لا معناها بيوصلوني بالسيارة هناك. طب هناك دي أكيد لفين؟ هيبقى للمدرسة، ما انتقلش أبدا إلا لما أعرف يعيد عليها، عشان أكيد هجيب له سؤال عليها. When we hear the bell، لما بنسمع الجرس at 7 o'clock، الساعة 7 صباحا. We go to the school hall، بنروح على طول لغرفة الدراسة. We have three lessons then it's break، ناخد ثلاث حصص وبعد كده بتيجي الفسحة. During the break I usually talk with my friends in the playground but sometimes we go to the library to read books، يعني في الفسحة دايما بقعد مع أصدقائي واتكلم معهم في الملعب، بس أحيانا بنروح المكتبة لنقرأ الكتب. We have lunch at 1 o'clock، عندنا الغدا الساعة 1، نتناول الغدا الساعة 1. School finishes at 3 o'clock،
وطبعا المدرسة بتخلص الساعة 3. قرينا القطع كويس، فهمناها كويس، تعالوا بقى نشوف الأسئلة. بيقولوا what is the passage about؟ يا ترى القطعة دي عن إيه؟ طبعا لو لاحظنا هنلاقيها إن هي عن اليوم النمطي لطارق. فطبعا اليوم النمطي لطارق ده هقول طارقس، عشان يبقى اليوم ده بتاع طارق أحط لطارق أبصر في اسم ملكية، يبقى أقول طارقس typical day، يعني اليوم النمطي لطارق. طب تعالوا نشوف السؤال التاني، بيقول لي do you think it's good to be in a school that's far from your house why or why not؟ طبعا هنا بقى السؤال ده مقالي، يعني لو قلت yes تقول yes، ليه لو قلت no تقول برضو no، واي اجابه هتتحسب لك صح بس اتعلم صح. طبعا هنا بيقول لك هل تعتقد ان من الجيد انك تكون في مدرسه بعيده عن بيتك؟ طبعا في ناس كتير هتقول no. لما يقول لي ايه هقول I prefer، بفضل to walk to school، بفضل ان انا امشي للمدرسة. ممكن اقول I don't like going to school by bus، يعني ما بحبش اروح للمدرسة بالاتوبيس. ممكن اقول because it's a long way to go there، بيبقى طريق طويل ان انا اروح هناك. طيب نمبر 3 بيقولي why do people sometimes go to the library، يعني ليه الطلاب احيانا بيروحوا المكتبة؟ طبعا شكل ما شفنا فوق هقول to read books، اكيد طبعا عشان يقروا الكتب. تعال نشوف السؤال الرابع وده سؤال اختياري، بيقول the underlined word there refers to، طبعا حبايبي كلمة there دي عايدة على ايه؟ شكل ما شفنا انها عايدة على school المدرسة. تعال نشوف نمبر 5، بيقول طارق finishes his school at ايه؟ طارق بيخلص المدرسة الساعة كام؟ طبعا هنا قال له what school finishes at 3 o'clock، الساعة 3. هنشوف نمبر 6، بيقول the underlined word typical means، وان typical دي يعني نمطي، ونمطي يعني معتاد، فبالتالي فين هنا كلمة معتاد؟ usual. تعال حبايبي يلا نشوف سؤالي الاختياري، بيقول لي his mother was angry because he is something wrong. طبعا بيقول لي ان مامته كانت غضبانة لانه عمل شيء خطأ. طب يعني ايه بقى عمل شيء خطأ؟ طبعا كلمة something wrong هي الفكرة في كلمة something، تاخد الفعل ايه؟ يبقى اكيد تاخد did، يبقى did something wrong. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي this books is too heavy to a let me help you، واللي تقيل جدا، وان تو صفه تو معناها جدا لدرجه الا، واللي هو تقيل جدا لدرجه ان انا ما اقدرش اعمل ايه، يلا خلاص let me help you، سيبني اساعدك. يبقى طبعا تقيل جدا لدرجه ان انا ما اقدرش ايه carry، وcarry معناها يحمل، لان في دي يطعم، وطعم معناها يسقي، وقات معناها يقطع. نمبر 3 بيقول I want to have a knot in the park next week. I want to have يعني أنا عايز استمتع بإيه في الحديقة الأسبوع القادم. طبعا قلنا هذا بيكنيك، وبيكنيك يعني نزهة. تعال نشوف نمبر 4، بقول I forget to bring my book. The opposite of forget is عكس forget، قلنا forget دي معناها ينسى، بقول أنا نسيت أجيب الكتاب، عايز عكس forget ينسى، أكيد عكس ينسى تذكر، فين يتذكر remember. تعال نشوف نمبر 5، بقول Ramis family lives in a big and a house it's really amazing. طبعا هنا طالما قال لي big بصفة كويسة، يبقى طالما جمع بand عايز كمان صفة كويسة، فمش معقول حول tiny ولا terrible، امال حول ايه؟ attractive، وكلمة attractive معنى جذاب. تعال نشوف نمبر 6، بقول the meter road that a train travels on is a line. طبعا الطريق الحديدي المعدني اللي بيمشي عليه القطار ده بسميه ايه؟ لاين، شكل ما قلنا railway line، يعني خط سكة حديد. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال السابع، بيقول we always start our exams at the beginning of January. بيقول ان احنا بنبدأ الامتحانات بتاعتنا في بداية يناير. طب يعني ايه بقى في بداية؟ يا ترى اسمها ايه the beginning of؟ اسمها at the beginning of. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي ايه شي got blonde hair، يعني هل هي عندها شعر اشقر؟ طالما في كلمه got اكيد طبعا got دي اللي هيجي قبلها، ينفع do does؟ لا ده بيجي وراهم مصدر. طيب اذا has او have، طب شي بتاخد ايه؟ هتقول لي شي بتاخد has. تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي I ate to bed before 11 p.m. طيب بيقول لي انا بروح السرير قبل الساعه 11، قلنا هي الفكره هنا فين؟ الفكره هنا ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل. طيب اذا goes غلط، go always غلط، بقى often goes و always go. هتقول لي هنا الفكره فين؟ الفكره في اي،
اي بيجي معاه مصدر ولا فعل في اس؟ هتقول لي لا بيجي معاه مصدر. طب التاني هقول اي اولويز جا. نمبر 10 بيقول لي هاو ايه ذي ليرن انجلش سو فاست. هاو ايه ذي ليرن انجلش سو فاست. طبعا هنا حبايبي هروح للفعل بتاعي هلاقيه ليرن، لان ده فعل فين؟ في المصدر. هتقول لي خلاص وير ما تنفعش وار ما تنفعش، بيجي وراهم فيرب بلس اي ان جي. طب ديد وداز هقول لك بيجي وراهم مصدر، يبقى هرجع لذي الفعل بتاعي. طب ذي ياخد داز ولا ديد؟ هقول لا ذي في المضارع بياخد دو، يبقى اكيد هيقول ديد. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الثالث بيقول لي اي نيفر ليفز ماي كلوز اون ذا بيد، اي اولويز بوت ذيم and the wardrobe. wardrobe حبايبي اللي هو الدولاب بتاع الملابس. طبعا الفكره هنا في اي، اي ما بيجيش معاها فعل في اس، اي بيجي معاها مصدر، فبالتالي هقول ليف. تعال نشوف نمبر 2 بيقول ريان not like eating spicy food. طبعا عايز اقول لا يحب، يبقى الفكره هقول don't ولا doesn't؟ هتقول ريان ده مفرد، بالتالي ياخد doesn't، فهقول doesn't like. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي I can have a cookie please. خلي بالك ان ده question سؤال، فما ينفعش اجيب الفعل قبل الفعل المساعد، لا الفعل المساعد الاول فاقول can I. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي where we are going on holiday. نفس الفكره بالظبط، ده ايه؟ question سؤال. طب السؤال ما ينفعش اجيب الفعل قبل الفعل المساعد، الفعل المساعد اللي يجي الاول، فاقول where are we going on holiday. طبعا هنا في الباراجراف بيكلمني عن typical school day، هو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الحلقه اللي فاتت بتاعه الدرس الاول والثاني. بتكلم عن usual actions during my day، بتكلم عن احداث معتاده فين في اليوم بتاعي من اول ما اصحى لغايه ما انام. تعالوا نشوف يلا بقى اسئله الناس الاذكياء اللي فيها تحدي. نمبر 1 بيقول وي بلاي ان ذا 15 ا بريك. طبعا هنا مديني مين حبايبي؟ هايفن، والهايفن دي معناها ان دي صفه، وطالما هي صفه ما ينفعش اجمع وانا احط ابوستر في اس، فبالتالي هقول ها مينت بس. طب تعالوا نشوف يلا بقول there is a tab to water the plants. The word water here is a e. خلي بالك واللي فيه حنفيه لكي نروي، مش ميه بقى هنا، اذا ده فعل مش اسم. طب يعني ايه فعل؟ verb. تاني فعل يعني verb، فهقول the word water here is a verb. تعال نشوف الاخطاء. بقول my mom doesn't late for helping us. الفكره هنا ان انا حبايبي عشان انفي doesn't لازم يكون وراها فعل. طب late دي ايه؟ late دي صفه. طيب الصفه بنفيها بايه؟ هتقول verb to be، فبالتالي هقول isn't late. اوعى تقول don't. طيب تعال نشوف نمبر 2 بيقول who go with you in the last trip. طبعا in the last trip فين حبايبي؟ في الماضي. جميل، طالما في الماضي فما ينفعش اقول هو جو، امال هقول ايه؟ هو ونت. ولاحظ هنا ان انا بسال عن الفعل فمش هجيب ديت، هقول هو ونت على طول. ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج. يلا حبايبي اذا عجبك الفيديو يلا اللايك الجميله بتاعتك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك بسرعه وفعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. انتظرونا في الحلقه الجايه في حل وشرح تدريبات الدرس الخامس والسادس من الوحده الاولى تاب جيم 2025. Goodbye. Assalamu alaikum.